قبل اليوم ما كانتش في مربى اللعابه ما كانوش في سميتو في نهارهم، وتغييرات تغييرات ديال المدرب ما كانوش محلهم. علاش؟ لانه شفنا اخطاء اليوم دفاعيه، تلقينا هدفين، هدفين اللي جاوا ضد مجرى المقابله. بالنسبه للاعبين اليوم قدموا عليهم تقريبا لا بريبار، قدموا مستوى زوين، ولكن كاين بعض اللعابه ربما ما استانسوش سميتو مازال بافريقيا سميتو، داك الشيء باش عطاونا اشكال ديال الهدفين، الهدفين اللي ما بغيناوش يتمركوا علينا. كنا بغينا باش نحتلوا الصداره بتسع ديال النقط وما يتمرك علينا حتى هدف، ولكن ربما بهذا الاداء ما كنظنش غادي نديروا شي، ما كنظنش غنديروا شي حاجه، والله اعلم. يعني نقدروا نقولوا بلا خصو يدخل لعابه اساسيين، خص كلشي يلعب وما نستهانوش باي منتخب. فافريقيا ما فيهاش دابا صغير ولا كبير ولا سميتو، كاع المنتخبات كيستاهلوا وكاع المنتخبات تقدر دير شي حاجه. يعني كنتمنوا واحد موفق المنتخب ديالنا المغربي ان شاء الله في باقي المقابلات، واللي بالها ان شاء الله نديو اللقب تعرف كلشي ممكن ان شاء الله. الله يسر. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، وثاني حاجه مبروك تاهل المنتخب الوطني واخا كان بشق الانفس. صراحه بهذا المستوى اللي قدموا اليوم انا صعيب انك ترجى انهم يوصلوا لواحد المستوى. يعني واحد دار اخطاء كثيره في هذا الماتش، شفنا بانه استهزأ بالخصم، يعني ودخل عناصر شابه ما عندهاش تجربه بحال يعني ذاك اللعاب شاكله. يعني ماشي كنقسم المستوى ديالو، ولكن في هذا الماتشات هذا كيبغيو عناصر تكون عندها تجربه كبيره، لانه صراحه افريقيا ماشي اوروبا كيلعبوا على جزئيات صغيره، وراكم عارفين الظرفيه ديال المناخ وديال الملعب كتاثر بزاف على اللاعبين. جوج اللاعبين في هذه النسخه هذه يعني عندهم اول تجربه. كنتمنى واحد انه يدعي عبره في هذا الماتش هذا، ويعرف بان ان المباريات القادمه غتكون صعبه جدا. يعني وكنتمنوا انهم ان وحيد يدي نتيجه ويدي عبره في هذا الماتش، ويعرف بانه راه تابعه باقي تابعه عنده ما يتقال، خصو يطور المستوى ديالو صراحه. منتخب الدور الثاني كنتمنوا انه يدي ما يكونش بحال الاداء، وكنتمنوا انه يدي واحد العبره، لانه بهذه التشكيله هذه راه صعيب، خصوصا انا لاعب جوج افون سونتر. يعني ما مفاهمينش، ما كاينش تفاهم، ما كاينش تجانس ما بين اللاعبين. شفنا بعض التغييرات اللي كانت شفنا فيها تحسن ملي خرج الكعبي، دخول ديال الجناح ديال بوفار كان عطانا عطى امل، عطى واحد الاضافه وعطى امل انه تحسن صراحه، تحسن الاداء. وكان خطا كبير انه يعتمد يخلي سايس، ما عرفناش انه شنو هي الظروف اللي خلاه، انه واش اصابه ولا عنده شي مشكل ما على بالناش. المهم صراحه كنتمنوا انه يكون دنا عبره في هذا الماتش هذا، وكنتمنوا واحد موفق المنتخب، لانه غادي يكون عنده الماتش الجاي غادي يكون صعيب، والادوار القادمه غادي تكون صعيبه. ما كاين لا راضي لا والو بالنسبه لاسميتو، بالنسبه لاسميتو راه كاينين اخطاء بالجمله كما كتشوفوا. الكعبي لا النصيري ما داروا والو، الحمد لله كما قلت لك التوقعات ديالي كنت عطيت انا جوج لواحد المنتخب، انا عرفتهم غيرجعوا في النتيجه، ولكن كما كتشوفوا دابا يعني باقي المشاكل بزاف، خصوصا شكلها ماشي غنقول له ودي دار بزاف د الاخطاء، لا البيت الاول راه جا من عنده لا الثاني. وبالنسبه للهجوم باقي عندنا كاينين الدراري احسن من النصيري، غيلعبوا احسن من النصيري، ماشي كنفضلوهم على النصيري، ولكن النصيري يلاه رجع من الاصابه، يعني باقي خصو شحال باش يرجع اللياقه البدنيه ديالو. ما حنا ماشي قلنا النصيري ما كاينش، ولكن كاينين الدراري غيلعبوا احسن منه، كون عطينا فرصه للرحيمي غيعطي اكثر. كاينه بلاصه الرحيمي، خصوصا الرحيمي عنده مع الاجواء الافريقيه، يعني لعب شحال ماتش كون مع الرجاء في اسميتو ديال افريقيا، كون عطى فرصه يعني غيعطينا اكثر احسن من الكعبي ولا احسن من النصيري. بالنسبه للمنتخب الوطني في الدور الثاني كنتمنوا من المدرب ياخذ عبره في هذا الماتش هذا، قال لك يرتاح اللاعبين ولا هادي هو في اخرها كنا غنضيعوا الصداره ديال المجموعه على قبل سميتو ديالو الاختيارات ديالو. كما قلت لك سالفا قبيله هضرت معك، قلت لك انه ربما الماتش غادي سالي اما بالتعادل او اما باننا غادي نخسروا، ولكن الحمد لله كان التعادل الكفة الاقوى هي التعادل. الاداء كان ناقص، كان ضعيف، كانت محاولات زعما جميله جدا، واللاعب اللاعب كان ضعيف ريثما الى حد ما، ولكن ما عرفناش واش كاين الاشكال في الاعداد الذهني او
كذلك الضغط الإعلامي وقوة الأنظار المتجهة صوب المقابلة. هذا قلنا قبيله في التصريح الاولي، قلنا بانه كاين استصغار فعلا، ولكن ما نساوش وما نكروش بان قوه المنتخب الغابوني كيلعب بواحد الاندفاعيه خاصه، وبالتالي ربما استصغروا بهذا المنتخب هذا. وما نساوش حتى المنتخب ديالنا المغربي كان أبان عن قوة مع هذا المنتخب الغابوني وحققوا النتيجة ديال التعادل، ونأمل على أن المقابلة المصيرية المقبلة غتكون قوية. نتمنى لما لا يكون الكأس ديالنا ديال 2022. بهذا الأداء ممكن أنا نمشيو بعيد؟ لا، بهذا الأداء ما غاديش نمشيو بعيد، كاين أخطاء فادحة، خاص الناخب الوطني إعادة الأوراق وضبط الخريطة ديال العمل داخل التيران.